القرية جنان عيد الماضي في بيعه وفي شارية والكل مرخلة غالي ولو يتغلى وجينا بسوق القرية وجينا بسوق القرية وجينا بسوق القرية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المشاهدين أينما كنتم وأينما تواجدتم، وأسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بالخير والمسرات. أنا أخوكم عمر بن السيد، ألتقيكم في فقرة أنت وجمهورك، الفقرة الأفضل كونكم العمود الفقري لها. واسمحوا لي باسمي واسمكم أن أرحب بأخواني المتسابقين. الله يحييكم يا مرحبا. طول حياتك يسلمك يا عمر. كيف الحال؟ الله يطول عمرك. الله مشتاقين لك يا ولد. الله يطول عمرك. والله الشوق وصل حد. الله يطول عمرك. ودنا الفقرة ذي كل يوم. والله يا شاشة أنها منورة فيكم. جاء حبيبي. إي والله. نورك يا حبيبي. يا هلا. اليوم ما في سبورة صح؟ والله ما في سبورة. ليه وش الجدول اليوم؟ الجدول اليوم اتصالات مع أعزائنا المشاهدين، والفقرة واضحة. فريق الإعداد بيسجل الأسامي على طول اللي بيكونون معنا فائزين، ونرجع لنفس فقرتنا الأولى الطبيعية. والله يعيني المرة هذه أذكركم، كل سؤال عندك خاصية أنك تحذف وتسترجع ممتاز وتثبت. حلوين ممتاز. حلوين عشان ما يكون طيب فيها. طيب السبورة. طيب وش السبورة يا أخي؟ خلاص حفظنا. إيه خلاص حفظنا. توقعنا خلاص. وشباب في الكنترول سجلونهم. ممتاز والشغلة حلوة. حلو حلو. تم 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 تم. يا حبايب شوفوا، أنا قبل أبدأ عشان الشباب والجمهور يشوفون الرقم الظاهر أمامهم، ودي أخذ مشاركات منكم، ودي أسمع شيء. والصدق والصراحة أنه جاني طلب على واحد، قالوا لازم يسمعنا شيء. فهو حسن. السلام. أتوقع أن اسمها وينك. لا. صحيح؟ لا. تعال. تعالي. تعال. تعالي. طبعاً تعالي هذه. تعالي شلون؟ دقيقة انتظر. تعالي هذه من كلمات إبراهيم أبو فمين. ونعم. معرف زود كتبها في أيام زد رصيدك وأنا شلتها. يا سلام. والحمد لله ضربت. فيجيني طلب عليها واجد كل يوم. ها سمعنا. لا تحرمنا. ما أعرف. لا تحرمنا منها. سمعنا. لا خشني. إيه. تعالي يا جمال أحلامي لمربى حبك المامور. تعالي وانقذي عشق لفض روحه من آلاما. تعالي يا أمل عمر يشوفك له فرح وسرور. تعالي لو ليالينا على الأحباب ظلاما. تعالي يا هنا قلبي وغثي قلبي المقهور. تعالي يا دوا روح من الايام ظلامه. تعالي وارسم الفرحه. تعالي واجبري المكسور. تعالي وارحمي مغرم صخالك غالي عوامه. نسيت لذة اللقيا وجهك بالفرح مغمور. نسيت يوم انا اتغزل بوجهك وبتبسامه. السلام. السلام. صح الله صوتك وصح لسان شعرها ابو فمين اللي مسى عليه بالخير. اي والله مسى عليه. لحنها الدنيا والله. والاتصالات ما وقفت. يا سلام. خلونا ناخذ اتصال. يا سلام. ونقول الو. السلام عليكم يا عائشه. عليكم السلام. كيف الحال؟ عساك طيبة. خير الحمد لله. أخت عاشة أو آشة؟ آشة. آشة، اختاري واحد من المتسابقين. خالد السهلي. خالد السهلي يستاهل. طيب السؤال يقول: كم عدد الدول العربية في قارة آسيا؟ هل هي 7 دول أم 8 دول أم 12 دولة؟ كم عدد إيش؟ كم عدد الدول العربية في قارة آسيا؟ هل هي 7 دول أم 8 دول أم 12 دولة؟ كم عدد الاختيارات؟ 7 دول
8 دول ام 12 دولة؟ وسريع علشان البحث وجوجل وكذا سريع. ترى الناس مثقفة. 8. اخر اجابة؟ لا عيد الاختيارات. طيب 7 دول، 8 دول، 12 دولة، وباخذ الإجابة اللي راح تقولينها الآن. 12 دولة والإجابة صحيحة. سلام عليكم. خالد السهلي عنده اتصال الآن. وأحب أذكر الجمهور أن نهاية الفقرة عندنا سحب كما صار في الحلقة السابقة ونفس الخيارات، ولكن أهم شيء الهاشتاج، اكتب اسم البراند اللي تبغاه واسم العطر اللي تبغاه وراح إن شاء الله يوصلك لحد باب بيتك. عاد اشكرها. ايه تفضل. حق بيض الله وجهه، والله يطول في عمره، ومثقفه ما شاء الله عليها، جابتها على طول. لا ان شاء الله كل يشوفونا مثقفين. ترى بعد الاجابه الاولى عندك الخيارات، تثبيت، حذف، ام استرجاع. انا ورفيقي. انت ورفيقي. ولا نسوي الا مره واحده. ايه كل خيار واحد. ولكن لين ناخذ اجابات للشباب كلهم عشان تستطيع انك تثبت. عادي مع جبر ولا؟ اللي عندنا اليوم محمد الدرعاني وعز الاسلمي. فأنت بدل عز والزعيزعي وحمد المسفر. وعلى طاري الزعيزعي نتمنى لأخوه الشفاء العاجل، ولا تنسونا من دعائكم. وأيضا أخونا دغش أتوقع أنه حصل عليه حادث بسيط، والله يقومه بالسلامة إن شاء الله، وإن شاء الله أموره طيبة، فلا تنسونهم من دعائكم. فعندنا الزعيزعي وحمد، حمد مكان الزعيزعي، وخالد ومضف كلهم موجودين، وجبر وحسن، ودغش ما هو موجود فما عنده مسوق فيستبعد اليوم من المسابقة. طيب عندنا اتصال يا أخوان، ولا نأخذ مشاركة من الشباب؟ طيب معنا وجدان. السلام عليكم. وعليكم السلام. أخت وجدان، من تختارين من الشباب؟ حمد. حمد المسفر. استاذ. طيب السؤال يقول، من هو المنتخب الذي فاز ببطولة كأس العالم للمنتخبات في عام 2022 في قطر؟ هل المنتخب الأرجنتين أم البرازيل أم فرنسا؟ أتوقع أنه سهل. الأرجنتين. الأرجنتين والإجابة صحيحة. حمد المسفر الآن تستطيع تستخدم خياراتك، ولكن عشان ما نظلم خالد لأنه ما قدر يستخدمها فنخليها في الإجابة الثانية. ممتاز. طيب انا كني سمعت. يعطيك العافية يا وجدان. تستاهل. اشكر، خذ راحتك. شكرا يا وجدان، يعطيك الف عافية. بس تستاهل والله يا حمد. طيب انا ابغى مشاركة اليوم، لكن في واحد ما يشارك معنا. نعم. وعدني. نعم. الحلقة هذه. صحيح، كان مصدع راسه. كان مصدع. نعم. وكان توه صاحي من النوم. انا ما بفك على كل حال. المشكلة بعد توه صاحي من النوم بعد المشكلة. لا مصدع الحين. والله لو والله فيك ما فيك. والله شوف موظف يدري اني تعبان. والله شوف. تعطيني مشاركه؟ خذ، ما قد سمعتها. لا لا عندها بيات. عندها بيات. عندها بيات. بسم الله نديك اكتئاب. طيب عطنا عطنا ما بعرف عظيم اني تعبان. وش تعبان كل يوم تعبان؟ والله اني صادق ورجال عارف. خلاص اختر واحد يعطيني مشاركه من اخوياك. رجال لا انت اللي تعذر له من اول يوم. والله ما رجال رجال قال قول هذه عط الرجبه عندك عندك دورت علي رجال قال الله يكشف الله. وإن بنجد العالم لا يعلى حكى النبي صدر دوارين صنع ألعب المنكس وحب رباح ممل في الوقت والوقت خدا لا دريت ضحكة الوقت خدا شفت مدخلي ولا شفت مطلعي. سلام. يا سلام. أجل كل حلقة بخلي خالد يختار. لا والله ما خليه يروح بها دور علي ذي الحين. طيب يا أخوان أنا بغى كل أخطاء كلها. طيب معنا اتصال يا أخوان. معنا عبير. السلام عليكم يا عبير. هلا عليكم. السلام. من تختارين من الشباب يا أخت عبير؟ مع خالد السهلي. خالد السهلي. طيب السؤال يقول، من هو الشاعر الملقب بشاعر الوطن؟ هل هو سعد بن جدلان أم خلف بن هذال أم خلف بن مشعان؟ سعد بن جدلان. سعد بن جدلان. إجابة أخيرة. أيوة. خير الأمور أوسطها. الإجابة للأسف خاطئة.
ما جاوبوا الا قالت سعد بن جدلان وثبتت. تسألك تقول سعد بن جدلان ما سمعت الاجابه خاطئه تحسبك تقول والاجابه الصحيحه هو خلف بن هذال. تعوض ان شاء الله شعر الوطن تعوض ان شاء الله. طيب عندنا اتصال يا اخوان. تبغون مشاركه من جبر؟ يا سلام ابشروا يا سلام ابشروا يا سلام. تبغون مشاركه منك يا جبر؟ مشاركه والله. وانا اخوك ما ماني بشاعر. ابو محمد شاعر ما شاء الله. اخو روح اقلي لكن كل ما اختار واحد حطته على الثاني قولوا قصيده. نبي صوت 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 انجاب. لا لا صوت صوت هذا عندك ترى. لا لا عليك والله ماني خسر. ابو محمد الله مشاركه طلع السلامه يقول هذه وطنيه كثير عدتها والوطن لحق علينا جميعا. صحيح بما انك تقول شعر الوطن والله ماني بعرف من شاعرها لكن بيتين دائما اكرره واحبه يقول احنا مع نتفق لو العرب شت. يا سلام صمام امان الخليج وقوه تركونه. لا تغلغل ارواحنا احب الملك حتى صرنا نحب الملك واللي يحبه. يا سلام يا سلام يا سلام. صح الله لسانك ولسان شاعرها. نبي كل يوم يشارك حبيبي محمد لبا. انت لا تحطها في الناس وانت ما شاء الله. طيب معنا وجدان. السلام عليكم يا وجدان. جواهر. جواهر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جواهر من تختارين من الشباب؟ جبر المدارية. جبر المدارية. طيب شكرا. السؤال يقول من هو ثاني رجل أسلم بعد أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ هل هو الزبير بن العوام أم سعد بن أبي وقاص أم عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا؟ عثمان. عثمان صح. بالثاني مثلا بعيد الخيارات. الزبير بن العوام أم سعد بن أبي وقاص أم عثمان بن عفان؟ الزبير. الزبير بن العوام والإجابة صحيحة. طيب شكرا. الله يعطيك العافية أخت جواهر وبيض وجهك وكل من اتصل علينا تراكم تعطونا دافع معنوي وتحفزونا. شكرا لكم. يا سلام يا سلام يا جبر. طيب نبغى ناخذ مشاركة الآن من محمد الدرعان. شوف انا ماني مذنب اعرضه نفسي بيض الله وجهك. هي هذا هذا الشغل الصح. العلان مو فاهم خالد السري. لا اسمع على طول اعطيك الشيء وش تبغى. بس يا سلام وين نزلت الكاب؟ والله اني ماني مجهز شيء صدق. بس يلا نضيعت عاد يا شباب. كيف يا شباب انا ماني مجهز وبعدين تقول ماني مجهز. لا عشان اقول لك انه تم على طول. يلا احترنا زاد. هذه ثلاث والله انها مكانك. سلام. عيوني يا ثنتين والقلب ذيا. يا سلام. وكلمة هلا لا شفتها من لسانك. يا سلام. خلت اللي ما تهيا تهيا. سلام سلام على صوتك. معنا ود. الو السلام عليكم يا ود. عليكم السلام. من تختارين من الشباب يا اخت ود؟ خالد السهلي. خالد السهلي. طيب السؤال يقول كم عدد ركعات صلاة الخسوف؟ ركعتين ام ثلاث ركعات ام اربع ركعات؟ صلاة ايش؟ كم عدد ركعات صلاة الكسوف؟ يا شباب لا احد يغشش ترى صوتكم ما يطلع. اذا في اتصال ترى صوتكم ما يطلع. الشباب ما يعرفون اصلا. احنا مسلمين احنا. طيب ركعتين ام ثلاث ركعات ام اربع ركعات؟ ركعتين. ركعتين والاجابه صحيحه. مره بيقول اربع. الان يقول ثنتين. الان تقدر يا خالد انك تستخدم اما طرد او تثبيت او استرجاع ولكن التثبيت عندك والطرد الان لانه ما راح عندك. الحين عندك ما عندك الا حمد. لا 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 جبر. لا 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 قلنا وعند جبر. لا لا ما بطردين احد من بشن الحرمان شنناها معه. يا سلام يا سلام. خلي والله يجيني والله سلام دبه والله كلام كبير. خلي والله يجيني الاتصال الحين والله اطرس. دبه اشكرها. بيض الله وجهك يا ود. هي ود الله الله. بيض الله وجهك والله يعطيك الف عافيه. تستاهل يا خالد. يا اخوان والله يا اخي ما هو كل ما جيت فقره فاز خالد يا شباب. لا ابغى واحد يعلن التحدي. يستاهل. خلي يجيني الاتصال الحين اذا ما سحبت منه بحق. والله كفو. راح خليه يتصل. ها طلب انت في اللي عندك. ترى ترى دوره الحين فيها. ترى حالاتها كذا. يلا خليه كل واحد يقول انا هنا. الشغله اسمها انت ولد. الله وقف له هنا. بيض الله وجهك. خليه يتصل. هذا الكلام اللي نبغاه.
طيب لكن خلونا نسمع مشاركه من حد. نبغى مشاركه من دراني بعد. هد 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 عادي انت حب صوته. انا حب صوته صراحه اخي. هذا اكبر محطم ترى قبل شيء قاعد عندي قال شيء شيء ومدري ايش كذا يا اخي. ما يلعب صوته يا اخي ما عليك منه. اهم شيء انت راضي عن نفسك. انا راضي لكن الرجال اول شيء خليه يسمعني ترى صوته جميل. اذكر الله يا اخي. لا خليه يسمعني صوته جميل. اسلم اسلم. اول شيء قول ما شاء الله عليه. ما شاء الله ترى صح عليك يا حشيش. ترى المره الثانيه والله اخليك انت اللي تاك. ابشر خلاص والله ما عاد اغني تاك. اسلم عند حمد. خلنا ناخذ اتصال بعدين نرجع لحمد. ابو حمد ابو حمد انت تعال يا وظف. لا لا معنا مجد. السلام عليكم. عليكم السلام. من تختارين من الشباب؟ خالد السهلي. خالد السهلي الله كان زي محمد. محمد طيب. خلي الوضع رياحي محمد. السؤال يقول كم عدد الأسنان اللبنية؟ 20 سن. كم عدد الأسنان اللبنية؟ 20 سن أم 26 سن أم 27 سن؟ أسنان اللبنية 20 سن. 20 سن والإجابة صحيحة. مثقفين والله. يا سلام. اسمها مجد. بيض الله وجهك يا مجد والله يعطيك ألف عافية. طيب عليك والله تسلمين. ذكروني إيه كم باقي لخالد السهلي؟ باقي سؤالي ثلاثة. جانا أربعة اتصالات. ثلاثة صح؟ ثلاثة صح. باقي إيه باقي لك واحد. واحد واثنين. لا باقي له واحد. باقي له واحد ما مطردين أحد. عندنا اليوم عندنا فايزين. الاتصالات عندنا فايزين. نحتل الحرب. إيه تحتل الحرب. وأتوقع أنك بتفوز. ما جات حرب جب. إيه هيبة. والله أنا أسحب منافستي صراحة. طيب محمد سمعنا. على خشمه. طيب يسلم حبيبي. يسلم. يا سلام على خلاك. شوف شوف. خبروا هني على وصل حيت وانت فارقنا ترى موتي دنا لي حبيب يوم روح ما سليت يا علم الله. سلام. يا سلام. يا سلام. شو نكمل؟ أبو عبد الرحمن تكي معنا. يا سلام. يا سلام يا حمد. من اللي ما هو منشد؟ حمد منشد الأعمال في اليوتيوب. لا منشد. بس إنه مخفية. حمد منشد ومضف. اكتشفنا إنه منشد واليوم اكتشفنا إنه مقدم. طيب. والله وين؟ معنا تهاني. ألو السلام عليكم يا تهاني. عليكم السلام. تهاني من تختارين من الشباب؟ خالد السهلي. خالد السهلي. حلا. السؤال يقول والله الحرب انت خاسرها من الان يا شباب. الحمد لله ابي حد. لكن السؤال يقول اين تقع جزر القمر؟ المحيط الهادي ام المحيط الهندي ام المحيط الاطلسي؟ ايش السؤال؟ اين تقع جزر القمر؟ المحيط الهادي ام المحيط الهندي ام المحيط الاطلسي؟ شعب عندنا الهندي. وش الخيارات؟ المحيط الهادي، المحيط الهندي، المحيط الأطلسي. لحد المحيط الأطلسي. المحيط الأطلسي والإجابة خاطئة للأسف. المحيط الهندي. أنا قلت على الأخير هذا. كل ما جات إجابة خطأ لخالد السهلي أنا أرتاح. ليه؟ لأنه جرب بيحسن بيرجع. انت اخطر الاجابه. اشكر ايش اسمها هي اشكر تهاني. تهاني بيض الله وجهك يا تهاني وبيض الله وجهك. كل اللي اتصلوا ترى اجاباتكم صح. عندي انا عندي انا يحق لك. بس يحق لك. عندي انا جبر. الحق على الموضوع يا جبر. احتل الحرب تسن. وش جبر؟ وش جبر يا ابو انا امريكا. الان يا خالد كم جاك اتصال؟ خمسه. خمسه اتصالات. نعم. بالله ما يستاهلون الخمسه هذول انك تسمعهم شيء لو بيت شعر. ابو العبد ابو ترى عشان تكون في الصورة خبروا حافظها وقد سلها قد غناها ذاك اليوم. نعم. خبروا إيه؟ إيه؟ اللي غناها حمد قبل شوي. نعم. بس ما لها أحلام من لا لا ما لها أحلام من حمد ما عد عليها حتي أخلا يا الله بهتهم يا الله حمد والله واضح إن خالد مطول. خلونا نأخذ اتصال ونرجع لك عشان نجهز. عشان نجهز. رهف الحربي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. رهف من تختارين من الشباب؟ دغش. دغش غير موجود. اختاري اي واحد من الشباب الثاني. شو اسمه؟ عز. عز الاسلمي ويروح معاه محمد الدرعاني. طيب
السؤال يقول: ما هي أكثر دولة كعدد سكان؟ مصر، الولايات المتحدة، أم الصين؟ محمد طيب يا حبيبي ترى هذا اتصال واحد، هذا خمسة اتصالات، خلني أفوز. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، بسم الله عليك. صوت يا عيال، صوت. أول اتصال يجي. إيش الإجابة؟ ممكن تعيد الخيارات؟ ما هي أكثر دولة كعدد سكان؟ هل هي مصر أم الولايات المتحدة أم الصين؟ الصين. الصين وإجابة صحيحة. عندك أحد أبغى صيدا. يا سلام. على طول على طول إقصاء. صح كذا. تطرد منه متصل. أطرد منه متصل عشان يدري إن الحرب ما اسمه باللي موجود جبر فيه غير جبر مليون واحد. عشان كذا إقصاء من خالد سلي. يا سلام. عنده. ولا محمد أبو حامد تراني معك. هذا البنادق. أنا الجماعة ولو كنت وحدي. اسمع لو يجيك اتصالات يجاوب صح تسترجع وتفوز. استرجع واطرد من عنده. أتحداك يا رجال. واحد تسترجع أطرد. لا تسترجع. طيب. طلع من زيادة وتفوز. يا شباب الآن عندك مجد وود وآشا، من تختار؟ تدري ليش بختار آشا؟ لأن هي شوف الحين أنت بتضرب أضرب الأول. علشان إيش؟ لا فهو اللي ماسك جروب دعمه آشا. إيه. فأباك تطير آشا هذه. خلاص. تم تفاصيل خالد. أنت شوف جروب الدعم أنت معه ولا إيش؟ طلع النبي. لا أصبر. أكون معكم. دقيقة. يا حمد أنا. دائما يقولي دائما يقول دعمه. أنا أعجبني إن محمد حافظ كل شيء. هو يعرف من. هو يقول لي شباب. نوحد الصوت. عشان تنتصر في حربك لازم تعرف من هو عدوه. هو عارف كل شيء. عدوي آشا. على الصدام. طيب صلى على النبي الآن. هو طرد ما تقدر انك تسترجع. ها ما تقدر تسترجع في الطرد. اذا سحب منك متصل تقدر تسترجع. شو طردها برا يعني؟ الطرد خلاص طرد. صح يعني اجل للحين مع البر مو محمد راني الان. يعني عند خالد اتصالين. اربعه كم كم عند خالد اتصال واجابه صحيحه؟ اتصالين اجابه صحيحه. محمد ثلاثه وطرد واحد. وعند حمد اتصال، وعند محمد اتصال، وعند جبر اتصال. انا جاني خمس اتصالات، اثنين اخطب، ثلاثة جاوب، وواحد طرد. صار عندك اثنين. نولد حازم والله. نعم والله نعم. طيب خلاص سمعنا سمعنا، لازم تسمع. لا 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 مش عادي سمعنا. لا لا جبنا اتصالات جبنا اتصالات. ماني بفكك والله ماني بفكك. طلبه طلبه بحية. خمس خمسة اتصالات او ستة اتصالات. باقي اتصالات يا عمر. باقي خير. خبروه اني بالله لو سمعت نص دقيقة برش مالي بس برش يعني. لا. وانت فارقنا ترى موتي دنا. سلام لي حبيبي اليوم روح ما سبيت يا دم الله توي ما دقت العين. سلام يا سلام يا محمد. هي كذا خالد من بدري. طيب معنا لما. السلام عليكم يا لما. خالد. السلام ورحمة الله. من تختارين من الشباب يا لما؟ خالد السهلي. خالد السهلي. لما جاوبي صح يا لما. طيب السؤال يقول: عنصر كيميائي يرمز له ب ان اي فما هو؟ البوتاسيوم، الصوديوم، النحاس. البوتاسيوم. عنصر كيميائي يرمز له ب ان اي فما هو؟ البوتاسيوم، الصوديوم، ام النحاس؟ ورفع صوتي. ركزي ركزي. الصوديوم. الصوديوم واجابه صحيحه. بيض الله وجهك. ما يحتاج اي شيء. برد من عند محمد. طرد من عند محمد. طرد طرد. لا 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 اسحب ليه اتصالات عندنا واجد. طرد يا سلام. شوف شوف حبيبي بالله تقضى حقك محمد. انا برد لو سمحت. يطرد المتصل اللي عنده. عادي صرح عادي صرح. لا لا تصرح وعلى الصدام. اطرد اللي عنده وبيرجع آشا. شلون؟ لا ما خلاص عايش ما تعطيه عطر من عندك. آشا ابشر والله بسعدك لك اربع عطور. حيد العين. يا سلام يا سلام. طيب واللي عندك طرد طرد. صل على النبي. طيب لا حقيه الرد. لا 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 ولا لا 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 ولا شيء. ابشر بس سعد ترى الى الان طرد. يعني طرد الله يرضى عليك. ما نبي والله شباب قابدين عليك. وبعد رزق المسكين والله العظيم ما نبي نسحب ما نبي حاله. طرد رزق المسكين. طيب يا عيال بس عشان اسمع محمد. شوف سكوتي الان لا يدل على الضعف. ابغاهم يخلصون يتكلمون ياخذوا راحتهم. لا لا لان الكلام لا تنطح جبل يا ولد. انت بتشيل عمرك تهبل نفسك. المناطحه حاسبه ليست للانسان مناطحه للثيران. فانا لست بثور عشان اناطح. والسكوت علامه الرضا. عشان كذا شوف سكوتي سكوتي ليس ضعفا. انا يمديني الكلام في الساعه زين. يمديني اتكلم واقول واقول واقول. لكن تعاني في النهايه. والميادين في النهايه. اي الميادين ابشر بي فيها.
فهمت؟ استعاني في الأخير. طيب. فأنا ذا الآن خليه يطردها. فالحين زي ما تقول. أقعد أسحب الجوال. في سؤال بس سؤال. لأن هم الآن جاني عصفور يقول لي. أنا والله العظيم أنا ما أعرف الاتصالات كذا. عصفور الآن شو يقول لي؟ يقول علمنا كيف ندق، كيف نتواصل، كيف كذا. في رقم ظاهر. في رقم ظاهر للناس يقدروا يتصلوا. آه طيب يا خالد. الله يقويك. هذا الحين الميدان إحنا. عصفور طيب. وينه؟ طيب. عصفور جاني. ناخذ اتصال يا شباب ونقول منى السلام عليكم يا منى. طرد الحين عندي. سحب الجوال. منى تسمعين يا منى؟ إيه نسمع. طيب تختارين مين من الشباب يا منى؟ خالد السهلي. عليكم سلام. هاي السؤال يقول الله قبت يا عيال شكل العصفور ما يا شباب الصوت الصوت اسال خالد السؤال يقول ما هي اللغة التي يتحدث بها الأرجنتينيين؟ هل هي الإسبانية أم اليونانية أم البلجيكية؟ حبيبي هذا ما عنده الا لغه عربيه. ايش السؤال؟ السؤال يقول ما هي اللغه التي يتحدث بها الارجنتينيين، الاسبانيه ام اليونانيه ام البلجيكيه؟ وذكروني يا شباب اذا كان اخر اتصال خالد. لا لا باقي اتصال غير. لا عد الصوت مو وصلها. تسمعينا؟ عد الخيارات. الاسبانيه اليونانيه البلجيكيه. اعطيني اجابه. الاسبانيه. الاسبانيه والاجابه صحيحة. هاي عينها. هاي. الآن يا شباب خالد السهلي أول فائز أول فائز معنا فاز خالد السهلي. الآن عشان توضح الصورة. في طرد بعد. عندنا فائز آخر. مطرد هو. تقدر تطرد من حمد. لا لا هو. من مطرد. لا من حمد ومن جبر. لكن يا شباب الآن عندنا حنا فائزين. الفائز الثاني يفصل بين الاثنين ثلاثة اتصالات. يعني الحرب لازالت. حلو والحين بعد انا فيها يعني أنا خلاص الان الين يفوز خلاص. الفائز الثاني يفصل بينك انت والفائز الاخر ثلاثة اتصالات في خيار حلو. طيب يا عمر لبك يعني مثلا جاني اتصال يمكن اخلي مثلا حمد مصري يطلع من المنافسه لو جه اتصال ما يستفيد منك. لا هو الغرض اصلا ان الجمهور هو اللي يفوز بالجائزه يعني مو بحمد. حمد ما هو مستفيد لو طلع من المسابقه. حالات انك تطلع الجمهور. انا ودي فيها حركه. لبيت منها الحين لو فزنا الحين انا وفريق ثاني. حلو. ايه يجي بيننا اتصالات تفصل يفوز واحد ثلاثه اتصالات تفصل بينكم اتصالين ورا بعض تفصل. يا ربعي حليب السر ترى انا خابرين اقدر اطرده. تصريح قوي تصريح قوي. يعني ترى ممكن ان محمد يفوز سواء كان الاتصال باسم محمد او عز يقدر يفوز ويكون معك هو في النهائي بينكم ثلاثه اتصالات. لا تخيل لو انه يفوز يطرد. أوف. ما عنده احد. لا لا إيه؟ خلاص محمد يعني صح. لكن خلينا ناخذ اتصال ونشوف. لا خليني ارتب اوراقي. لا ما زي هذا يا شباب بناخذ اتصال ونشوف مع مين معنا. شهد السلام عليكم يا شهد. وعليكم السلام. شهد من تختارين من الشباب؟ خالد السهلي. اي والله عينه حنا فزنا فزنا. اي والله ابي اطرده. خالد السهلي صلى على النبي. خالد السهلي فاز. تقدرين تختارين احد المتسابقين الاخرين وتقدرين انك تمتنعين. لا شوف عط خالد الاختيار اذا هو بيختار تمام واذا بيختار لا والله انت. طيب تختار احد من الشباب ولا تخلي الاختيار لهم؟ شرب ازعادك. لا لا لمين؟ اعطيها جبر. الاتصال لجبر. هذا لا المداري. والسؤال يقول كم عدد فصول السنه؟ هل هي ثلاثه فصول ام اربعه فصول ام خمسه فصول؟ اربع فصول. أربعة فصول والإجابة صحيحة. أطرده أطرده. الآن يا جبر تقدر تطرد من عند حمد. والله عشان تكون لا هو ما نقدر تقول اتصالات ما أدري كيف بس يلا كيف اتصالات؟ ما يدقون ما يرد ثمان اتصالات. لا 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 شوف عندك أقوى طاقم موجود خلف الكواليس. نعم بس ما أدري كيف. فتأكد أن الشباب الأرقام موجودة على الشاشة بس الأرقام موجودة لكن جمهور اتصالات قوية فما ينفع. لكن ممكن جمهور خالد قوي. حبيبي يدقون يدقون جمهور عليك خالد جمهور ولا شلون؟ جمهور شلون؟ حزة عشا العصفور يقول يدقون احنا ندق بس ما يجي اتصال. ابي عصبي اكيد ما يجي اكيد انه ما يمسك الخط. ترى جوال واحد اللي يدق جوال واحد مو ب 15 جوال يدقون عصفور بالليل خفافيش. اطرده هو اطرده. طيب لا لا الآن عندك حمد البنت على الخط. لا خلص الله بيض الله وجهك يا شاهد بيض الله بيض الله ذا البنايا هاي على طريقة على طريقة مضمون صح لا 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 طيب ثبت الاتصال تقدر ثبته تفهم أي طيب الآن جبر عندك اتصالين صح؟ إجابتين صحيحة. نعم حلوين. طيب الدنيا حامية فأبغى مشاركة عشان تهدى النفوس شوي. يا سلام. لا تهدى لا تهدى. شوف أبو سيف شوف قل لا إله إلا الله. أنا عندي
كلام ودي اوجهه لمحمد يا يسلم. يسلم ولا اكسر الشباب. خلينا نشرب محمد. ايه شن الحرب حلو مسكين ما عندهم الات انه يفك عمره عرفت تقفنا الحين طاحت مبانيه بيد يسوي بحاله عادي يقول عادي يقول اي لا لا اي واحد شوف اي واحد يصرح للثاني حقين اكيد نعم تفضل تفضل انا اقول حربه ورديه اتصالات احنا حربنا لا احتمل وطيس من ايام المعارك ومن ايام نا لا 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 ايش فيك صعدتك ايش فيك صعدتك طلع عشان ما يصير في تصعيد خلينا ناخذ اتصال عشان تكون في الصوره والله يصدقون الربع ولا يرد ايوه والله ورديه لا طيب ما في مشكله عندنا اتصال الان ونقول مولي السلام عليكم يا مولي معلش التصعيد خلاص مولي تسمعيني يا مولي الو الو يا مولي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تختارين مين من الشباب محمد الزعيزي محمد الزعيزي ويروح الاتصال لحمد المسفر يا سلام يا سلام طيب السؤال يقول ما هو أسرع طير في العالم هل هو الغراب أم الصقر أم النعامة الشباب عشان المتصل يركز معنا الصقر أقوى طير الصقر الصقر لا حبيبي عطى الإجابة جاوبت البنت طيب علشان حسن تدخل وأخذنا إجابة فالإجابة صحيح خاطئ اهل للاسف لا لا صل على النبي الاجابه هي النعامه نعامة طائر نعم واذا كبرت سبوقه والله ودي يا خالد ان تجي نعامه وانت في ذا المكان في القريه وتلحق وتشوف كيف لا لا والله يا ابو اسال الصقر ابو علي ابو علي اسرع من الصقر اسال مركبتين عندك اختيار ثاني على طول خاطئه جاوبت وحسن برضو تدخل في الاجابه والمفروض يا ولد قالت الصقر وانا قلت الصقر لا لا جوابكم مع بعض يلا بدا بدا صل على النبي هو يقصد حسن صقر جاكو بس انت ما فهمتوها صقر جاكو لا ترى ما في انه ما في صقر جاكو صقر العادي ترى يلا شباب انا عندي والله عندي صراحه كذا جدني شفت اللمبه اللي تطلع فوق راس الواحد قبل شوي يقول جبر ليتن فقره كل يوم صح صحيح كيف تبغونها كل يوم والاصوات كلها متقاطعه مع بعض بس استفسار استفسار والله استفسار هذه منافسه لابد انه يجي بيننا صح لكن اذا احد اتكلم منطقي صدق اتكلم معك كلام منطقي ايش رايكم صحيح إيه كذا الحين النعامه ذي الدبه ذي اسرع من مركبه تيربو ذي مركبه تيربو هدر كل شيء سريع صدق لا تحطها في ذمتي انا اللي مسوي عليها استكشاف سريع بس اسرع من الصقر شوف هي سريعه بس ما توقعت لا هي سريعه هي سريعه في المشي قصدي اما الطيران لا يعني طيب والله يا شباب انت وقفت معك الا على النعامه خلونا ناخذ الحيوان في الملزج خلونا ناخذ اتصال تهاني السلام عليكم يا تهاني وعليكم السلام تهاني من تختارين من الشباب خالد السهلي هاي هاي تسعد صلاحت اليوم تسعد حسبها انا صلح النبي خالد السهلي انتهى او فاز معنا لكن تقدر تختار متسابق اخر لا 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 الاختيار له اختاري متسابق اخر ايش حمد خالد السهلي فاز اختاري متسابق اخر لا ابي خالد اما غيره عفوا خلاص بدي عاد عادي بعطيها بعطيها واحد تسمعين لي لا 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 خلاص انتهى لا ما تقدر ما تقدر يا وجهك امتنعت عن الاختيار اي أيوة والله عينها وبعدين ترى جبر اول من شن الحرب لبد حربنا حرب بيننا حرب بيننا حرب بيننا خاطر بيننا ونصلح طيب انت شنيت الحرب وهو على طول يعني هو حتى ما هو شن الحرب ولكن الرجال تراجع ما بدا هو بدا الحرب يعني اسمع هو بدا الحرب نقاش الموضوع هو بدا الحرب سقف قول لا اله الا الله قول لا اله الا الله هو بدل الحرب انت اعطيتها اتصال اي نعم قول لا انا طبت معه وطمعي شوف لا 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 عشان تكون صورة خالد يعرف مني صاقب ويشوف جبر مش ولا بد بس هذا الموضوع يعني هذا وجهة نظر خربت خربت لك راح الفتنة شو اسمه شو اسمه دقة تهاني 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 بيض الله وجهك يا تهاني يا نوم الله عيني أبو تسعة صلاعات بيض الله وجيهكم بيض الله وجيهكم تستاهل أيوة والله خالد أبو مسل مسكة معنا يسك الزرع دي والله العظيم اليوم يا شباب اليوم مبسوط جدا ليش لأن صار فيها تحدي صحيح تحدي تحدي والتحدي يبي شجعان أنا بيض حبة خشم ولا محنية هالقوط يا المزاج يلقاه في الدكان على السيف أبو حدين يلقاه في الحي السلام عليكم يا شباب طيب معنا أمجاد السلام عليكم يا أمجاد عليكم السلام أمجاد من تختارين من الشباب انا لله هلا عليكم حجر الصلاه والله تستاهل والله تستاهل محمد والله وجيهكم لا حد يتكلم يا شباب خالد السهلي طلع من المسابقه فائز من تختارين غير خالد السهلي مين فريق خالد
عادي اختار. لا تختار يا خالد، لها الاختيار. خالد فاز، هو مضاف. تقدرين تختارين من حمد المسفر وجبر المداري او حسن العجمي ومحمد الدرعاني. مدري اختاري اي واحد. لا اي حاجه بنت الحلال. قولها تقدرين. تقدرين تمتنعين طبعا عن الاختيار. خلاص امتنع. يا سلام. امتنعت عن الاختيار. الله الله على حي والله وجيكم، حي والله روسكم. 10 صلات. هذا الجمهور. هذا الجمهور بيضاء ما هم ولا فلع. هذا الكلام. ايش يا شباب؟ الجمهور ايش يا شباب؟ اذا جانا اتصال واختار مثلا خالد او احد فاز، سواء خالد او غير خالد، ما ودي احد يتدخل في قراره. صحيح. عشان نشوف، لانه ممكن يجي متصل يختار محمد الدرعاني ولا خالد. ننتظر مزعلات هذه. قل له ننتظر طال عمرك اذا جاء بين اثنين. ننتظر عشان قول بقى على طول. يا سلام على طول. والله اتمنى نعيش اليوم يا شباب. طيب نبغى نسمع خالد. ابغى اسمع من جبر. جبر اطربنا يا جبر، اطربنا يا ابو راجح. خلونا نفوز تهدى. وجهنا خلاص. وجهنا لا مو بند، مو بند. الهجاء يقول يقول رفيق انت الثمين اللي مقام ثمين. يا سلام. ومن الكلام الثمين هدي عليك اثمنه. بسعدك انت طيب الطيبين اللي جمعت الاثنين، الراس مطيب منه والقلب منظر. ابشر والله. يا سلام. انا اشوف انه انا بوقف معك والله. قام تحالف جديد اليوم، خالد وجبر. اي بالله صراحه روسم ما تحمى جعلها تهمى. والله تسلم. اسحب اتصالات اعطيها. والله شوف والله جت جام محامى جام دح. والله ترى انت مع نفسك برا. بال عمرك بال عمرك. طيب خلونا ناخذ اتصال ونقول ولاء العجمي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من تختارين يا أخت ولاء من الشباب؟ حسن العجمي. حسن العجمي يستاهل. الله وجهك. طيب السؤال يقول: علم يطلق عليه علم العرب فما هو؟ الفيزياء، الكيمياء، الطب. أعيد السؤال. علم يطلق عليه علم العرب فما هو؟ الفيزياء، الكيمياء، الطب. وخذوا وقتكم اللي تشوفونه وتتصلون في الإجابة. الكيمياء. الكيمياء والإجابة صحيحة. سهل. صرنا كم؟ تقدر تشكر يا بيض الله وجهك يا ولا. انت معي انا يوم انا الامير الحين صرت ثلاثة صح؟ يا رب يلهيني. شو بيض وجهك ثلاثة. يا سلام. طيب الحين ثلاثة، هذا الثالث. زين ما مشيت. الآن في ثلاثة اتصالات عند جبر وحسن، باقي لهم اتصال واحد ويفوزون ويصير بين خالد يا ابو تكفى والله ما ودنا نتنافس. حمد عندك اتصال؟ يس كور. ومحمد طرد الاتصال. طرد جاي جاي دحمر رجل كبار يا جزء محل. ما خدمة حليب خدمة. عطني اتصال واحد. برتقال. في برتقال. والله لك أحقية. يا رجال اتصلت. عشر اتصالات. اتصال عند الأسلم. أنا ونفي يعني ما عندي عدد. لا دغش من راح العز من راح. إن شاء الله فيكم الخير. إن شاء الله فيكم الخير والبركة يا شباب كلكم. يعني كنت تنتظرون يعني بدون ما التفاصيل هذه الله يرضى عليك. يا اخي شوف والله تبغى ترد ولا احد يتكلم. ابد تم من ابسط عمر الشك. تبغى ترد ولا لا؟ انا ودي ارد رجع. ابو علي لا يقول عصفور. انا يكبر صدق. اخوي من قده يا اخوي. طيب عصفور. عصفور ما ادري 11 صار. طيب على قد ابوي. عندنا عصفور. عصفور. خالد. العصفور يقول ان جروب دعم خالد سالي مهكر الاتصالات. حلوين. طيب معنا شمه. السلام عليكم يا شمه. هذا القوه. شمه من تختارين من الشباب؟ حمد ومحمد الزعيزي. أخيراً حمد ومحمد الزعيزي. سهل أبو. طيب السؤال يقول الصوت يا عيال، ما هو العنصر الأساسي الموجود في البيض؟ هل هو البروتين، الفيتامين، الحديد؟ البيض ولا البيت؟ ما هو العنصر الأساسي الموجود في البيض؟ البروتين، الفيتامين، الحديد؟ البروتين. وإجابة صحيحة. يا سلام. أبو مسفر. أبو مسفر الآن تقدر أنك تطرد من عند جبر. يعطيك العافية يا شمة. هي شماء ولا شو؟ الله الله. يعطيك العافية شكرا. وتستاهل أنت يا حمد. تقدر تطرد؟ لا لا ما يبطل. وتثبت؟ يا سلام. أثبت ثبت. تبغى تثبت يعني ترى شماء الآن. أنا ليه ما قلت لي ثبت؟ قلت لك ثبت ولا ثبت تقول ما أنا محتاج. الآن عند حمد. عند حمد شماء ووجدان. وجبر عندك ثلاثة اتصالات.
الان شكل الكف بدات تتوازن يعني تقدر تقول التحدي الثاني شكل حقه من الاول نحتريه الثاني نحتريه انت مريح انت صح الحمد لله واصف الاخير و10 اتصالات والله تستاهل ان شاء الله عليهم بيض الله وجهه يا اخي احس يدقكم بالكلام والله ما ادري يا شباب خالد هذا يدق ياخذ راحتك عاده 10 اتصالات حق نجم جمهور شو يسوي ما نتصادم انت البرايم اللي راح انت اللي فايز وابرايم اللي قبله انا الفايز والاول انا كلها انت ولا نشوف احد بس لا طيب معنا السالفه اليوم ما شفت ال مشت ايه موجود استخدمه الشباب كلهم كل يوم راح طيب معنا اتصال من اللي معنا على اتصال يا اخوان نعيم السهلي السلام عليكم يا نعيم خلاص وضحت اسبوع ده ان شاء الله نعيم السهلي خالد سالي على طول طيب خالد انا اسمي نايف السهلي نايف اخوك نايف السهلي هو اسمه طيب. اسمه نايف السهلي اسمه نايف السهلي طيب يا نايف يا نايف السؤال يا نايف يقول ما هي المدينه التي لقبت بمدينه الحب تنكب صل على النبي وهد اكيد اكيد عندها احد ليش تسال هذا فاز خالد الان من تختار من المتسابقين عادي اختار باقي معنا الاتصال خالد نايف تختار خالد في خالد فاز تقدر تختار غير خالد لا لازم لبه والله قلبك هذا الولاء المطلوب لبه والله قلبك يا نايف يعني ما بتختار الا خالد السهلي ايه امتنع عن الاختيار فناخذ اتصال ان شاء الله اخر والله في وفاء والله قلبك انا بسم الله عليك يا اخي شكرا لك قد حجم السماء الله يخلي له اهلك الله يخلي وتستاهل والله شوف اللي يحبونه الكبار والصغار والله العظيم انه يستاهل هذا من طيب راسك والله تستاهل يا خالد طيب نبغى نسمع شيء من حسن ابغى اسمع صوت يا حسن الشباب اعطاني قصيده 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 فكرنا من التركي طيب طيب انا والله ابغى تركي يا حسن اغني ابغى تركي التركي ذيك والله توني مغني لا لا ذيك انا ما سمعت اللي فيها صفقتين اللي في المطبخ لا لا اصبر انت اي سمسم اصبر يا مشط اصبر اخذ راحتك اتذكر على الاقل طيب خلينا ناخذ لفه لان كتابي داخل عندك بتاخذ كتابك تجي كتاب التركي كان من ايام زد موجود يلا خذه وتعال طيب معنا عبد العزيز السلام عليكم يا عبد العزيز السلام عليكم يا مرحبا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا عبد العزيز من تختار من الشباب حسن العجمي حسن يا العجمي تستاهل الان الاتصال الاخير لحسن العجمي وجبر هذا اخر اتصال اذا فازوا اذا فازوا طيب السؤال يقول اجاوب جاوب صح هذا ثالث اتصال يا اخوان لا جاوب ثلاث اي في حذف حصل حذف من لا مو لي جاوبت خطا وين مولي مولي اتصلت وجاوبت خطا ولكن خلينا نسال الرجال عشان ما يطولون السؤال يقول ما هي المدينه لا هذا سالناه ما هو الغاز المستخدم في اطفاء الحريق هل هو الهيليوم ام النيتروجين ام ثاني اكسيد الكربون صالك النيتروجين النيتروجين والاجابه صحيحه للاسف صحيحه خاطئه ان شاء الله تعوض ان شاء الله تعوض حسن أنا وجه يا ابو محمد جبل اسمع عبد العزيز وجاوب خطا بيض الله وجهك كفيت ووفيت بيض الله وجهه هزل ما قصر طيب يا اخوان بالله اكدوا لي كم عند جبر اتصال لان قبل شوي كان عنده ثلاث اتصالات على ما جاني اي ثلاثه اي ثلاثه لبك جاوب ثلاثه حلو ممتاز عند حمد اثنين وزعزي وحمد عنده اثنين يعني لو كان جاوب اللي قبل شوي فازوا صحيح ايه كم اتصال صحيح يعني ثلاثة اتصالات اتصالين صحيحة واتصال خاطئ لا 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 واحد اتصال من خالد واحد من عندي صح طيب ايه الاتصال اللي جاء من خالد سجلتوه له واحد من عندي جاء صح ايه تمام سجلوا الاتصالات ثلاثة وترى احنا شباب قاعدين نعيش في المسابقة احنا نعيش في المسابقة والشباب قاعدين يرصدون رصد يعني كتابي فهم يعرفون بالتفصيل يعني احسن مني حلو فجبر عندك ثلاثة اتصالات صحيحة صح؟ يا أحمد لو سمحت يا أحمد الآن عند جبر ثلاثة اتصالات ولا اتصالين؟ اتصالين صحيح ثلاثة ثلاثة وحسن ترى عندها اتصال وحسن وجبر تراهم فريق واحد إيه؟ ايوه كذا تمام
إيه ثلاثة اتصالات عندك يا جوب. يعني لو كان جوب كان فزت. خيرة خيرة. زعزي عندك اتصالين وخالد فاز معنا وأنت عندك ثلاثة اتصالات. ومحمد كان عنده اتصال وحذف. ابشر بالدعم دراعه تحرك الحين. زهل زهل. طيب حمد يا حمد. قوتك الخاصه تحرك حرك. تبغى تسمعنا شيء على بال ما يجهز حسن؟ حسن جاهز. جاهز يا حسن؟ جاهز. سم. ابو علي ابو علي. انجليزي يا ولد. بسرعه. تركي تركي. سريع. سريع. تفضل. دينيز ديكار ارتيفار. بوغيلينكا يتميدو بنزل دوم يا رومي الله سما يفميدو بنزل دوم يا رومي الله سما يفميدو ويدوم الله ردوم الله هبدا لاري صردونوس ويدوم الله ردوم الله هبدا لاري صردونوس يوري يومون دردوني بلسينز آلاردونوس يريمون دردوني بلسين زالر دونوس. يا سلام يا سلام يا حسن صح الله صوتك. الله عليك. معنا ريماس. السلام عليكم يا ريماس. وعليكم السلام. من تختارين من الشباب يا ريماس؟ محمد الدرعاني. محمد الدرعاني. السؤال يقول محمد تعالنا. محمد عنده ضرب بسيط ولكن السؤال يقول الوضع بيشك. ما هي العملة الرسمية في دولة اليونان؟ هل هي الدولار أم اليورو أم الريال؟ ما هي العملة الرسمية في دولة اليونان؟ هل هي الدولار أم اليورو أم الريال؟ الريال صح؟ الصوت فارغ. أعطيني إجابة. طيب تقدر تسهل علي؟ ما أسمع. أقول تقدر تسهل علي؟ لا ما فيه إلا الخيارات الثلاثة وكما سوينا مع الشباب كله. طيب ممكن؟ الدولار أم اليورو أم الريال؟ أبغى إجابة. ما هي العملة الرسمية في دولة اليونان؟ الدولار اليورو الريال؟ اليورو. اليورو والإجابة صحيحة. محمد الدرعاني ما أدري وين راح شكله راح يقولهم اتصلوا. طيب عندنا الآن اتصال محمد الدرعاني وعندنا اتصالين لحمد وثلاثة اتصالات الجبر وحسن و11 اتصال خالد السهلي حسبها أنت 11 ما أدري بالضبط والله أنا 11 أسأل الأعداد تستاهل ترى ممكن يفوز واحد ويجي ويخرب عليك خله يجي خله يجي ندور أحد يعني أنت تنتظر واحد خله يجي ذا الحين. طيب يا أخوان مضف ومحمد حنا بقينا أتمنى أنهم يجون لأنهم طولوا علينا. مضف إيه مضف مدري وين راح. مضف راح يضبط مايك أتوقع. طيب حمد عطنا مشاهد أجمع نادي أخاف ناديك وتجلس معه سريع يلا وأنت طوع لا حمد لبيك اعطنا لبيت حاج اعطنا مشارك اللي تبغى قصيد تبغى شودة اللي ودك. صغيرتي لو مضى من عمر شلفين عام يا سلام تبقين في عيني وفي قلبي صغيرة قلبي لقلبك سما وانتي حمامة سلام يا جالني ما خلا من روحش النيرة. سلام يا سلام الله يا سلام صح الله صوتك يا حمد يا حبيبي انت. قبل ناخذ اتصال ابغى اذكر الجمهور ان تستطيع الان المشاركة في الهاشتاج وتختار براند وعطر معين ونسوي سحب والفائز بيوصله العطر إلى باب بيته عبر هاشتاغ سوق القرية 21
وناخذ اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. فاطمة، من تختارين من الشباب؟ خالد السهلي. خالد السهلي فاز. تقدرين تختارين غير خالد؟ خالد وينه؟ لا امتنعت. تعال خالد. فناخذ اتصال ان شاء الله اخر. ايه راح عليك اتصال. من هو؟ امتنع انه يختار الا خالد. بيض الله وجهه 12 اتصال. بيض الله وجهك. قاعد تحسب. شو اسمه؟ اتوقع فاطمه. بيض الله وجهك يا فاطمه. شوف شوف ترى هذا كرسي كله مويه. والله ملا امها ما ذيب. انا بغير مكاني. وين رحت يا مظفر؟ انا اتحدى خالد السعد. عند الاعداد. عند الاعداد. كان عندك مشكلة. اشوف الاتصالات وين راحت. اتصالات واجد جمهور واجد. بس شكلهم عندهم دوام بكره. انت وخالد شيء واحد ما يحتاج. ابشر بسعد جانا 12. والله كبدك 12 جعلي والله ما خلا. الدلعان وين؟ واللي يتحدانا يروح يرقد بيتهم. طيب تقول لي الكرسي فيه مويه؟ ايه. ولو جاء محمد يعني محمد بيجلس هنا؟ محمد بيجلس جنبي. ايه عشان لا يجلس على المويه. لا لا وش لا والله ما ارضى على نفسي ما ارضى. طيب سمعنا يلا عشان تطلع ثاني مره. ابشر بسعد. وش دربك يا ما انا بعرفها دربك يا اللي طول الوقت بالميدان يقول دربك دربك يا حزين شيء حزين صوت خطيري. يلا ما بعرفها يا اخوي. عيال ترى الشرات متكرره. انا بشيء جديد. انا بشيء جديد صدق. شكلك مطول. مصيبه لا تردد قيمتك في عين من قيم. طيب يشوفك في السهل وانت تشوفه في السماء السامي. علشان الخفوق اللي يقشع الناس تار الصار عرفت بهجيهم باليمن ووجيه بالشام. يا لا 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 يا سعد يا سعد يا سعد يا سعد يا سعد يا سعد صح صوتك يا وشوف يقول لك تجيك الطعنات من اقرب الناس. هذه مشاكل الحياه اللي انا اعاني منها. لا بس تعرف انه لا. طيب عندنا اتصال يا شباب. سيف الحربي. السلام عليكم يا سيف. وعليكم السلام ورحمه. سيف من تختار من الشباب؟ سيف تسمعنا يا سيف؟ محمد درعان. سيف معك معك. من تختار من الشباب؟ محمد الدرعان. قصر في صوت التلفزيون اسمعنا من الجوال لو سمحت. محمد الدرعان. محمد الدرعان. محمد الدرعاني. طيب السؤال يقول كم عدد الدول العربية التي اعتمدت الريال كعملة رسمية لها؟ هل هي 4 دول أم 5 دول أم 6 دول؟ 4 دول. والإجابة صحيحة. الله عليك يا سيف. كفو يا سيف. الآن محمد. محمد وين محمد يا عيال؟ موجود. طول عندي أنا محلة. أنت على طول تبور. لا أنا ما برت. أنا في مكان الرجال. خلاص خلاص الحرب بيننا. محمد تعبان عنده ظرف. أبو حميد. ومشى. ما أشوف شر. الاتصال اللي جاء لمحمد يلغى. وناخذ اتصال الآن واحد أو اتصالين تفرق ما بين حمد وجبر ونقول الله يمتع إن شاء الله محمد بالصحة والعافية وإن شاء الله أموره طيبة لكي لا يخلقون أهله. ما في الله إن شاء الله العافية. فطيب شوف ربي عشان الموية وكذا ربي سهلها عليه ما شاء الله. علي أنا؟ لا على محمد. يعني تخيل إنه جاء وجلس على الموية ما درى. ولا تخيل انه يعني خيره مضف ترى نجس والله خيره. لا ان شاء الله مو مضف هو ذا اللي كب الماء حقها مني يا ابو لا ما اتوقع. كذا ايش بك احسن صعد انا ضحك ما اتسكت. وش يقول لك كذا انت كذا نظامك داور على طول. الله ان شاء الله ما في الا العافيه ابو ايوه خلوا يعبر. ايش يقول ايش يقول لو يكون تعب من الاتصالات يا ادرك. والله ان شاء الله ما في الا العافيه ان شاء الله رفيقنا. ولا انت انا ما ادري انت وين رميتها مع الاهلي؟ انت درع انت مدرع. بالله دقيقه حسن وش اللي يضحك؟ والله هم اختار هم مضبوط. الله ايش فيك يا عبد الله. معنا ديم. السلام عليكم يا ديم. عليكم السلام. من تختارين من الشباب يا ديم؟ خالد السهلي. حي عينك يا ديم.
13 اتصال. هاي هذا لن يحصرك اليوم. ما ادري هذا كيف لن يتكرر. لن يتكرر. طيب اخت ايش الاسم يا شباب ذكروني. ديم ديم ديم. خالد السهلي فاز. تختارين غير خالد او تبقين على خالد؟ خليني اقولها. شلون؟ خالد فاز. تختارين غير خالد ولا تثبتين على خالد وتمتنعين عن الاختيار؟ ثبت على خالد. اجل بحكم ان تم التثبيت على خالد السهلي فراح تنتهي الفقره الان. لا لا. والفائز هو خالد السهلي. ما شاء الله تبارك الله. 13 اتصال. كفو. حي والله هذا المنهج. 14 اتصال. 14. ايوه الاتصال. حاولنا صراحه. هذا اللي يخوض المعارك. حاولنا صراحه ان يصير في اتصالات كذا ولكن صراحه ان اليوم خالد مكتسح. مكتسح بالفعل. كل يوم اليوم لك الحمد. تستاهل. تستاهل والله. بطولات وامجاد ونواميس باستمرار. خلقنا قويه ونقدر. طيب وش تقول لجمهورك خالد وجه لهم رساله؟ اقول بيض الله وجهكم. 14 اتصال حتى البرايم ما يسوي كذا. 14 اتصال بيض الله وجهكم. جاني والله هذه ما خلا منكم. واعذروني اذا قصرت وما حضرت انا البث ولكن انتم عارفين رغم انشغالات اللي عندي برا وان اليوم ها تعبان شوي ولكن جاني والله ما خلا منكم. واحد ورا الثاني. يستاهلون. تستاهل ويستاهلون. الاسامي موجوده عندنا وراح يكون في سحب. ابشروا والله الاربعه المتصلين. وان شاء الله 14 الفائزين اربعه فان شاء الله انها يوصلهم من خالد السهلي. يبشروا والله بالسعد. وتستاهل. سهل الطيب. والان الفائزين مسجلين عندكم يا شباب بالاسامي وكل شيء. ود ومجد ولما ومنى. يبشروا والله بس. واشا فبيصير بينهم قرعه. اشا خرجت من المسابقه. فبيصير بينهم قرعه ان شاء الله والفائز واحد ولكن هو كريم وهم يستاهلون بيعطيهم كلهم. والله يبشرهم سعدهم ما عندي الا حلال. والله تستاهل. والله اني صادق. يبشروا والله بس. يبشروا والله بس سعد. احنا بنسحب من الهاشتاج. ممتاز. ونشوف يلا خمسه وسلسله يلبسوا. الفائز معنا من جمهورنا الغالي. فايز بوش. الفائز بعطر من احد البراندات. طيب نقول بسم الله وعلى بركة الله نثبت إيفان براند ليليون نوع العطر عبية. هذا براندك خالد صح؟ طيب إيفان براند ليليون عطر عبية. وما شاء الله تبارك الله يا ابو حمد. حمد اليوم الفائزين بياخذون عطور والسحب ياخذون عطور. والله تستاهل. والله ما عندي على حلالهم. تستاهلون. في الختام والله يجعلنا دائما يا رب عند حسن الظن وانتم فوق ذلك باذن الله. الله يطول في الختام عمي. اعزائنا المشاهدين اسمح لي بان انصح نفسي واياك واقول بما يمليه علي خاطري وكما قال الشاعر احب اختي بلا قصد ومصلحه فقلبها من عظيم اللطف اوطان إن كان عائلتي بستان مملكتي فالأخت في داخل البستان ريحان. أتأكد وتيقن بأن أختك هي نصف أباك وأما النصف الآخر فهي أمك. وتأكد وتيقن بأن أختك هي سندك وهي عزوتك وهي عضدك. وتأكد بأن أول من تجد أمامك هي أختك وأول من تجد خلفك هي أختك وأول من تجد بجوارك هي أختك. فحق علينا ووجب علينا أن يكونون أخواتنا تاجا فوق رؤوسنا. إلى أن ألتقيكم أنا أخوكم عمر بن السيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشوق عقب الفرقة ولان المراتب نرقى. أهلا بسوق القرية. أهلا بسوق القرية. لا لا.